إذا لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها تونس والحلول التي يطرحها قيس سعيد للخروج من هذه الأزمة، ينضم إلينا عبر سكايب من تونس العاصمة الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي الدكتور الأمين البوعزيزي. دكتور الأمين، مرحبا بكم. حراك جديد للمعارضة تقوده جبهة الخلاص الوطني، ولكن إلى أي مدى ترى أن المسار الذي تقوده الجبهة يلقى قبولا شعبيا داخل تونس؟ مرحبا اخي، شكرا لكم على الدعوه. مرحبا بك. هو يعني تفاعل اخي مع سؤالك ومع بعض ما ورد في التقرير، يعني قلتم كون الاتحاد العام التونسي للشغل يعني يتحدث عن انه قيس سعيد انقلب على، يعني اكيد لاحظتم لا يتحدثون ان قيس سعيد انقلب على اراده التونسيين وانقلب على الدستور وانقلب على برلمان المنتخب، لا يقولون انقلب على الانقلاب، يعني على اجراءات 25 يوليو. نحن نتابع عن قرب ان قيادات الاتحاد العام التونسي الى الشغل كانت تقول له اضرب بقوه ولا تخشى شيئا. ما يفعلونه وما يقولونه اليوم هو لانه لم يشركهم في الانقلاب، هم لا يقاومون الانقلاب، هم يريدون ان يكونوا شركاء في الانقلاب ويريدونه ان يقوم ب ما حدث في مصر السيسي في 2013. ما تقوم به جبهة الخلاص الوطني، ذلك الجسم السياسي الذي ولد من رحم مواطنون ضد الانقلاب الذي سفها الأساطير المؤسسة إلى الانقلاب وأصبحت فيه جبهة متكاملة بعد أن كانت الأحزاب مرتبكة تعافت وعادت إلى قيادة يعني المقاومة. الأجواء التي تقودها جبهة الخلاص الوطني اليوم هو كون 90% ممن كانوا مع الانقلاب تنظيرا ومساندة ومناشدة التحقوا بصفوف مقاومة الانقلاب. المعركة التي يخوضها يعني اليوم هي أخرى، أن هؤلاء الملتحقين يتحدثون عن الإطاحة بالمنقلب لا الانقلاب، يعني كما سمعتم وما عرضتموه في التقرير. نعم. أن قيس سعيد انقلب على 25، يعني أرادوا قيس معناها 25 يوليو أن قيس سعيد ينجز لهم ما يريدونه، عندما لم ينجز لهم ذلك يعني هم اليوم يعني يريدون يعني تريد أن تقول لا تخلص من الانقلاب. جبهة الخلاص الوطني واضحة دكتور، لا مخرج الى دكتور. او نعم لا مخرج نعم من يعني هذا النفق الذي زجر به الانقلاب، اصبح البلد في حاله جوع، هذا يعني لم تشهده لا زمن الاستبداد ولا في عشريه الثوره، يعني الناس جوعى فيه ندره، معناها يعني لن احدثك عن البطاله وغلاء الاسعار، هذا بالامكان تحمله، لا لا فيه ندره مش بضائع، يعني لا فيه حليب ولا فيه سكر ولا فيه قهوه ولا فيه سميد، يعني الحبوب المرحيه. نعم. يعني ولا في شيء. الجبهه اليوم تنشط في مناخ مرتاح جدا، سمعت في تقريركم يتحدث انه الخارج يدعم باموال لعرقله الانتخابات. إيه يا اخي، انت فيدك القضاء العسكري وانت الحاكم بامرك، فيدك كل السلطات والدستور عينت فيه نفسك حاكما بامره وليا فقيها، لماذا لا تحاكم يعني هؤلاء؟ ولكن إذا كان دكتور عندك دكتور يعني ما يدينهم دكتور، هو يقوم بحمله انتخابيه هل تسمعني دكتور؟ رمزي لكل من يقاومونه عبر تخوينهم ليس الا. ولكن دكتور، ولكن يعني في المقابل خرجت تظاهرات مؤيده للرئيس قيس سعيد لمنع تجمل انصار جبهه الخلاص، هذا الموقف ربما خطير بالنسبة إلى تونس، هل نحن أمام حالة يمكن أن تتصاعد وترقى لمواجهات شعبية بين التونسيين بين الشعب التونسي؟ لا أخي، أكيد اليوم العالم يعني تقريب مفتوح على بعضه، أنتم رأيتم حجم يعني من سواديزون يعني هاجموا أو تراشقوا مع الشارع الذي أثبت وجوده على مدار عام ونصف، ما نسميه في تونس بالشارع الديمقراطي المقاوم إلى الانقلاب. إن حدث وما قلتموه حقيقي ويعني يجب التنبه معناها يعني له، لكن المثير فيه أن يفترض دائما الحكام هم الذين يخافون ممن يحرضون على التقاتل، لكن اليوم الذي يحرض على التقاتل هو الحاكم، هو الذي يحرض يعني هؤلاء. الأصل فيه إذا كنا دولة حديثة أو قول أنت دولة مدنية كما يزعم ويؤكد
يوميا، الطبيعي خروج الناس في الشارع في مواجهة الحاكم، يعني المعارضة ما عندها إلا الشارع، أما السلطة عندها كل شيء، إيش معناها زيد يعني تخرج الشارع؟ من يقود هذه الفتنة أو هذا المناخ المخيم لا قدر الله يعني تقاتل اجتماعي؟ المسؤول عنه الحاكم، يفترض هذه وظائف يقوم بها ناس متضررون من الحاكم وليس الحاكم نفسه، يعني لا يكفيه كل القوى الصلبة في يد الدولة ويحرك ميليشيا، هو حاكم ميليشي. دكتور، ولكن يعني قيس سعيد أقال وزيرة التجارة وذلك لكي يرضى عنه الشارع التونسي، ماذا يفعل أكثر من ذلك؟ أخي الفاضل، الحكومة اللي موجودة اليوم بنص دستوره الذي كتبه بنفسه هم مجرد موظفين عنده، لا عندهم برلمان عينهم ولا في أحزاب ومحاصصات كما كان يقول ويطعن ويرضل الحكومة التي انقلب عليها والبرلمان الذي انقلب. هؤلاء خلصه اختارهم يعني معناها بنفسه، هو المسؤول عن يعني هذا ذر على الرماد، لأنهم هم أقول لك هذا الكلام، هم ليسوا وزراء، هم مجرد موظفين مرتعشين في قبضته، هو المالك لكل القرار. وبالتالي راه إقالة حكومة، لو كانت حكومة عندها كما تقول أنت يعني برلمان أو ثم حزب ما صعدها وهذا الحزب يخدم يعني مصالحه، لا، هذا موظفون مباشرون يأتمرون بأوامره، وأنتم يومياً تتابعون ما يعقده أو يسميه مجالس وزارية، الكل هو القضاء قال وظيفة مش البرلمان والحكومة، يعني ما في ما يمنش بحاجة اسمها فصل السلطات. هؤلاء موظفون، كل ما يجري في تونس يتحمله بنفسه لأنه المالك الوحيد لكل قرار في تونس، معناها أخلاقياً عيب أنه يملك كل السلطات وخطابه خطاب معارض، يعني استحوذ على كل شيء حتى على خطاب المعارضة. تابعوه، أعطوني جملة وحيدة يتحمل فيها مسؤوليته، دائما يتحدث بلغة المعارض وهو يملك كل السلطات. يعني هل عاد زين العابدين بن علي بلباس قيس سعيد؟ هل وصل الأمر إلى هذا الحد دكتور أمين؟ لا أستاذي، قيس الراحل يعني بن علي كان دكتاتورا واضحا، حتى التعبئة ضده كانت سهلة، هذا أبشع منه. الشعبوية القذرة هي الشعبوية هي التي يعني أكثر تضليل. قيس سعيد يعني بن علي عمل ديكور، لكن لم يحل لا برلمان ولا قضاء ولا نقابات ولا أحزاب، كان يخترقها يخوفها يعني، لكن فيه معالم دولة. نحن اليوم نعيش في إمارة، يعني عندنا رجل هو المشرع وهو الرئيس وهو الحاكم وهو القاضي وهو الصحفي، يعني نحن في إمارة، وبالتالي الجرائم التي يفعلها هذا لم يصل يفكر فيها. يعني ابن علي كان أذكى منه بكثير. الجريمة الأكثر هو التضليل، الشعبوية، يعني تقريبا هذا الرجل يبكي مع الراعي ويأكل مع الذئب، يعني عندما تسمعه يمضي على كل ما يجري في تونس ويتبرأ منه في الخطابات. إذن دكتور أمين، يعني تونس الآن تعيش في أزمة مركبة اقتصادية وسياسية كما وصفته المعارضة، ولكن بالنسبة للمعارضة هل قدمت رؤية مقبولة للشارع للخروج من هذه الأزمة السياسية والاقتصادية؟ هل لديها رؤية معينة؟ أخي، أولا في أمر مخاطبك لم يكن يعني لم يكن طرفا في أي من الحكومات الماضية على مدار عشرية الثورة، يعني لا أدافع على أحد، لكن كما قلت سيادتك بالأرقام، في عز العشرية الملعونة التي يحملونها كل الجرائم، التونسيون لم تتأخر يعني رواتبهم، لم ينزل مستوى التنمية والنمو إلى 8 فاصل، يعني تقريبا 10% سالب، لم يفتقد الحليب، بالعكس كان الفلاحون يسكبون الحليب في الشوارع، وعندكم الصور متأكد عندكم يسكبونها يعني في الشوارع، والخضر والغلال احتجاجا على عدم قدرة المصانع على استيعاب إنتاجهم. اليوم هذا كله يعني غائب، وبالتالي معناها تحميل المعارضة المشكلات العشرية التي تم الانقلاب عليها لم يحدث فيها كل هذا. اثنين، نحن قلنا نحتكم إلى إرادة التونسيين، والتونسيون يحاسبون يعني من يختارونه. الدستور ثبت منوالا تنمويا وثبت منوالا سياسيا، يدبر التونسيون المختلفون أمورهم فيه
بتمدن، وبالتالي المعارضة حاسبها وهي تحكم. عندما حكموا حالة التردي لم تكن موجودة. لذلك أقول لك هذا الكلام، وربما أول مرة أقوله في فضائية. ما حدث يوم 25 يوليو 2021 نظمته مافيا ومن خرجوا إلى الشوارع بلطجية. لا، وينهم اليوم؟ وينهم؟ هو قال عندي شارع، ما عندوش شارع. ما حدث كان مؤامرة للإطاحة بالديمقراطية. الديمقراطية ما هيش وصفة سحرية، هي أقل النظم سوءا، لكن المنظومات الخائفة من المراقبة والشفافية والمحاسبة هي من دبرت ما حدث لتستولي على شكرا كل دكتور. شيء. لكن نعم هيهات، نعم عشرية من الحيوية السياسية ودم شهداء لا يمكن أن يذهب سدى. لا يمكن، لا يحلم قيس سعيد ولا من يختفون وراءه أنه سيعيد تونس يعني إلى الكابوس. بالعكس، الانقلاب هو الكابوس وسينتهي قريبا. عبر سكايب من تونس العاصمة الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي الدكتور الأمين البوعزيزي، شكرا جزيلا لكم.